فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى 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 الإبانة لابن بطة رواه المصنف إلى ابن بسند إلى ابن عمر قيل ابن عمر إن ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. قال كنا نعد هذا على عهد رسول الله نفاق. نعوذ بالله نعوذ بالله من غضب الله. رضاك أحمدي كما قلت لك الهوى إذا تحكم قتل، الهوى إذا تحكم قتل. وبعدين لسه أصلا المسألة ما انتهتش، المحاضرة الثانية سنأتي بكل الآثار الضعيفة التي تكلموا فيها عن الإمام وعن عقيدة الإمام، هو الأهم في ذلك العقيدة. لو كانوا حقا يتبعون السلف نقول لهم وين الأدلة؟ لما لم تأخذ بقول المزكي وأخذت بقول الذي قدح؟ المشكلة أن الهوى المتحكم في هذا. وعن عروة قال قلت لعبد الله بن عمر إن لا ندخل على الأمراء يقضي أحدهم بالقضاء نراه جورا فنقول وفقك الله ونظر الرجل منا فنثني عليه. قال أما نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعد هذا نفاقا فما أدري ما تعدونه أنتم. نعم نعم لا نترك لأحد شيئا. وقال المصنف أيضا جاء رجل إلى ابن عمر فقال إنا ندخل على أمرائنا فنزكيهم ونثني عليهم ثم نخرج من عندهم فنسبهم. فقال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله النفاق. وقيل ابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله النفاق، بأنه نفاق. وعن كريب الهمداني قال قلت لابن عمر إن إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم وإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم. قال كنا نعد ذلك نفاق. فانظر هنا حذيفة بن عمر كانوا يقولون بأنه إذا قابلت الرجل بوجه ثم خرجت عنه بوجه آخر فأنت قد نفقت بذلك. إذا قابلت الرجل بوجه وإذا إذا قابلت الرجل بوجه وبعد ذلك خرجت عنه بوجه آخر غير الوجه الذي قابلته به تكون قد نافقت، تكون قد نافقت. وهذه فيها دلالة على اختلاف الباطن مع الظاهر نفاق. لكن قد نقول هناك التقية التي تكون لأهل الإيمان عن أهل الكفران خشية الإيمان، كما قال الرحمن في كتابه البيان القرآن إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن تتقوا منهم تقى. لكنه قال ندخل على أمرائنا فنثني عليهم خيرا فإذا خرجنا دعونا عليهم. قال كنا نعد ذلك من النفاق. وحذيفة أيضا قال إذا قبلتم بوجه خرجوا معهم بوجه فكنا نعد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاق، كما قلت في هذا الباب. فقلت في هذا الباب أن النفاق مخالفة الظاهر للباطن. وقال عبد الله أن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه ويخرج ما معه من دينه شيء. قيل لما يا أبا عبد الله عبد الرحمن؟ قال لأنه يرضيه بما يسخط الله جل وعلا. وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه. لذلك الجميع كانوا يخشون الوقوف على أبواب السلاطين لأنه بذلك سيعطيه دينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرة من الإيمان والبذاء من النفاق. فقال الرجل ما البذاء؟ قال الذي لا يغار يا عراقي. وهذا الإسناد ضعيف، وهذا الإسناد ضعيف. وعن أبي أمامة قال المنافق الذي تحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا حلف فجر وإذا خاصم فجر وإذا تمن خان وإذا غنم غل وإذا أمر عصى وإذا أمر عصى وإذا ألقى يعني لقي العدو في هذا الباب وإذا ألقى جبن فمن كان في نفاق كان في نفاق كله ومن كان في بعضه كان في بعض النفاق. وهذا أيضا فيه أمور الغير على الدين وأنه إذا دخل إلى السلطان فأعطاه لدينه، يعني هذا كما قال الإمام مالك بئس أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. ولشيخنا
همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.